من شرق المغرب وغربه، ومن جنوبه والشمال، ومن بعض بلدان الجوار، أذكر منها تونس على سبيل المثال، تنادوا جميعا أن هلموا إلى مائدة علمية دسمة. للإجابة عن السؤال، للإجابة عن سؤال يشغل البال منذ أجيال، وهو فصل المقال فيما بين اللسانيات والأنحاء التقليدية من انفصال أو اتصال. وما كانت مناقشة هذا الموضوع هنا والآن بدعاً وما ينبغي لها أن تكون. قاطعني صاحبي مستفسرا: وما طبيعة هذا الموضوع اللسانيات والأنحاء التقليدية قضايا ومناهج؟ قلت له موضحا: إن الكشف عن طبيعة العلاقة أو العلاقات الموجودة بين المجالين اللسانيات والأنحاء التقليدية هي صلب الموضوع، وإن الذين تعاملوا معه أصناف ثلاثة، فأصحاب التراث، وما أدراك ما أصحاب التراث، قوم ولوا وجوههم قبل الذات، فارتووا من التراث وضربوا صفحا عن كل ما هو خارج عن الذات، وأصحاب الحداثة، وما أدراك ما أصحاب الحداثة، إنهم فتية نهلوا هذه العلوم من الآخر حديثه والمعاصر، وقطعوا الصلة بكل ما هو من صميم التراث. وأصحاب المزاوجة، وما أدراك ما أصحاب المزاوجة، إنهم قوم حاولوا الجمع بين الحسنيين، فهضموا القديم هضما وتشبعوا من الجديد حتى التخمة. وهؤلاء ينطبق عليهم المثل المغربي القائل: جديد لنجدة والبالي لا تفرطي. قال لي صاحبي سائلا: وما هو البرنامج الذي أسفر عنه هذا الموضوع؟ قلت له مبينا: إن نظرة عجلة في البرنامج العلمي لهذه الندوة تبين أنها ندوة كثيرة الورقات متعددة المداخلات في مجموعة من التخصصات، وعلى رأسها النحو والصرف والأصوات والتركيب واللسانيات والمصطلح والحجاج والتداوليات، سيقدمها أساتذة باحثون ينتمون إلى 9 جامعات و17 من المؤسسات، منها المراكز والمعاهد والمدارس العليا والكليات. قال لي صاحبي: كيف تم التحضير؟ لا تقطعني أرجوك. قال لي صاحبي: وكيف تم التحضير لهذه الندوة؟ قلت له: في البدء نادى مناد حبيب، أستاذ حبيب المغراوي مدير الفريق، نادى مناد حبيب بصوت حميد، الحميد شهون، قال: يوسف، يوسف خذ بيد إدريس، هنا هو جبري، والكبير الحسني، وجندوا معكم لجنة من السادة الأساتذة محمد الداقي ومحمد بن الشهر وعبد الرحمن الغنيمي وأبي بكر العزاوي ومحمد حفيظ وعبد العالي العمري، وابحثوا في المدائن عن الباحثين والباحثات، واختاروا أحسن البحوث وأجود المداخلات فيما ألف في موضوع الندوة من بحوث ودراسات. هلموا في فصل الربيع قبل مجيء الصيف
إلى إكرام أعز ضيف، وقدموا له مائدة علمية شهية بأنواع الغذاء غنية، مقبلاتها جلسة افتتاحية فيها كلمات قلبية ندية، وزعت أطباقها الستة الرئيسية على مدى يومين، فكانت أطباقها غنية مغذية. فأما الطبق الأول فعليه المعول، وهو الأنحاء التقليدية واللسانيات، وأما الطبق الثاني فهو النحو العربي واللسانيات يا إخواني، وأما الطبق الثالث فهو النظر النحوي العربي. هذا بالنسبة لوجبات اليوم الأول. أما وجبات اليوم الثاني فطبقها الأول هو قضايا تركيبية، وطبقها الثاني هو قضايا أصواتية وصواتية، وطبقها الثالث قضايا الاصطلاح النحوي والاصطلاح اللساني. وسلاطة هذه المأدبة العلمية جلسة ختامية. إن موضوع هذه الندوة المباركة اللسانيات والأنحاء التقليدية حقيق أن يجتمع من أجله المجتمعون، ويتحلق حوله المتحلقون، ويناقشه المناقشون من هذه التلة من الأساتذة الباحثين الذين خضعوا هذا المجال دراسة وتدريسا وإشرافا وتطبيرا، فليس فيهم إلا فحول الدرس النحوي العربي القديم، وليس فيهم إلا جهابذة الدرس اللساني المعاصر. منهم من شيب البحث العلمي رأسه، ومنهم من ينتظر. ولعل مما يثلج صدور الحاضرين ويسر عيون الناظرين التعاون الجيد بين المنظمين الذين ظلوا لعقد هذه الندوة من الساعين، فكانوا من العاملين المواظبين أساتذة وطلابا وإداريين. تحقق هذا بفضل من الله أولا وأخيرا، إلهاما وإرشادا، وبفضل جهود اللجنة المنظمة بكل أعضائها دعما وإعدادا، وبفضل كل المتعاونين إرفادا وإمدادا، وبفضل كل المتعاونين مؤسسات وأفرادا. وأخيرا أشكر الشكر الجزيل كل من أسهم في هذا الخير أو أعان عليه، وأخص بالذكر الضيوف الكرام الأساتذة الأفاضل الذين تحملوا ما تحملوا وتجشموا ما تجشموا من أجل أن يصلوا ويتواصلوا. وأخص بالذكر أيضا رئاسة جامعة السلطان مولاي سليمان، وعمادة كلية اللغة العربية، عمادة كلية الآداب والعلوم رسخت درجتين، وفريق البحث في المصطلح. ولكل هؤلاء الشكر الوافر والثناء العاطر والدعاء بالخير المتواتر، والحمد لله فهو الأول والآخر. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بعد نهاية التحية ندعو الحاضرين والضيوف الأعزاء إلى حفلة الشاي لمدة ربع ساعة، ونعود باستئناف الجلسات العلمية إن شاء الله تعالى. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله.